لو فكرت ونسيتك، لو قلت ما حبيتك، الله يحرقك. واحد يشوف مين على الباب يا اولاد. انا قاعد بدرس، عندي امتحان فاينل بكره. الله يقطع اليوم اللي سجلت فيه صيفي، بعدني عن اهلي وعن امي وابوي ومش مخليني اقدر افتح الباب. وين كنا احنا؟ لا لا، مين قال لك انه فسخت خطبتي معها عشان مهرها غالي؟ لا لا لا، عشان بحبك، عشان بحبك وبقدرك فسخت خطبتي معها. ولكم افتحوا الباب يا اولاد الصرمة، انا فايت بحرب طاحنة بزبطش اتحرك من مكاني. اسمع، بدي اشغل السماعات المحيطية لانه على الحالة هاي كلياتنا بنموت هسه. ولكم شوفوا مين عام هالباب يا اولاد الكلب. انا مالي، انا بتسب علي خلفتك هاي، بتسب عليها وبتسب على امهم، انا ايش دخل امي؟ ما هو لو انك قد حالك ومربيهم تربيه كويسه كان قاموا فتحوا الباب لحالهم. شو الاب هذا اللي مش ماين على اولاده؟ مسكع وجهك دادي. احا، ايش هذا؟ اي مس يو سو ماتش دادي. دادي؟ الو، منظمة العنف ضد الرجل؟